أولا نشكر صاحب الصورة هذا اللي اليوم دعانا دعوة خير في الكعبة المشرفة في مكة، دعا لي دعوة خير وكان ثم، لكن أعطاني خبر وش هي؟ قال لي يا ابن زدي راني لقيت زوج هنايا دايرين العمرة، راني شفتهم دايرين العمرة هنا، وشكون هما؟ قلت وشكون هذا؟ قال لي الأول شيخ نوي، شيخ نوي تاع قناة النهار طالع هابط، قال لي شفتو راه داير العمرة هنا. قال لي من بعد كزت مشيت شويه، قال لي لقيت الحموشي، حموشي مدير المخابرات الداخليه تاع المروك. بابا قال لي شفتو بعيني، قال لي راهم يدوروا ذما الحموشي والنوي، يعني هنا فيها مؤامره، النوي شيخ النوي من يحشينا المروك وضد المخزن وكذا، ومن هنا ومن هي يدير رونديفو مع الحموشي في السعوديه. شيخ النوي ديرنا موعد مع الحموشي وجماعته، تلقى معاهم في السعودية، على الأقل تلقاو في باريس بلد الجن والملائكة، تلقاو في لندن، تلقاو في الرباط، تلقاو في مراكش، تلقى معاهم ترندفو في الكعبة قدام ربي ورسوله قدام المؤمنين. إذا شوف الشيخ النووي، يا تبين راسك غدوة إن شاء الله بربي وتوضح لنا وراك واش راك قاعد تدير وتبري ذمتك، يا إما من لندن ندعي لك دعوة مستجابة راهي من عند هنا، على بالك هنا لندن قريبة لربي أكثر، باسكو في الشمال راهي في القطب الشمالي، منا من لندن ندعي لك دعوة راك تتريقل، مالا غدوة إن شاء الله تحاسبني بالتقرير المفصل واش راك دير في الكعبة تاو حموشي، لأنه السيد قال لي أنا شفتهم، قال لي بصح ما قدرش نصور، قال لي ممنوع تصور، قال لي قادر تباصي لأنه الأمن يضل دور، لكن أنا من بعد شفت صورة تاع الحموشي، بالفعل المغاربة أثبتوا أن عبد اللطيف حموشي يؤدي مناسك العمره ومواطن مغاربه مغاربي مغاربه التقوه بالحرم المكي يشيدون بتواضعه الكبير. الله اكبر، الحموشي بعد ما تفضحوا كذا وكشفنا له كما قال لك الاخر، شفنا له الباز والدنيا تخلطت، راح يغسل في عظامه في الكعبه. اذا ربي يغفر له ان شاء الله ويغفر لنا معاه ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله في يوم القيامه ان شاء الله. اذا شيخ النووي غدوه ان شاء الله حاسبنا بالمفيد. النقطة الثانية اللي اليوم ضحكتني بصراحة، واحد المعلومة وصلتني، يعني واحد من جماعة تاع الميناء، جماعة الجمارك، الجمارك على بالك جماعة الجمارك يعسوا، جماعة الشرطة، جماعة الأمن، المخابرات، جماعة كذا، هذا الداخل هذا الخارج، هذه البريغاد سبيسيال، هذه اللي يسموها كاين واحد بريغاد سبيسيال تسمى مكلفة، هذيك البريغاد سبيسيال راهي تدور في البور هذيك، نقول لهم باللي جاي نهاركم، جاي نهاركم شنو؟ لأنه كاين واحد الجماعة مهربين معروفين، يخدموا أليكونت، يخدموا مارسي، سيرتو مارسي، دي فورغو جو داخلين، كيجي داخل يتلاقى مع الديوانية اللي فركتو يقول له أنا راني من جمعت راه يقولوا فوت، يعني كاين بيناتهم كود، الكود هذاك نقول ما وصلني وراه تحت المراقبه، بعد يمات نبزككم كامل، كامل نكشفكم كامل، لا راكم ثم كاع تروحوا كاع اوكي. لكن المعلومه اللي وصلتني اليوم وشنو هي؟ انه الصباح قاعدين يسقهواو يحيى تاع ليارجي لابوليس مع لا تاع لابيجي، يحيى تاع لابيجي مع اسامه تاع ليرجي، لانه في البور كاين الشرطه القضائيه شادهم يحيى، والشرطه الاستعلامات مخابرات الشرطه شادهم اسامه، دونك ويحيى قال لك يحيى واسامه قاعدين يسقاو ويدوروا، قال له الله العظيم غير لعبوها لنا البارح الجماعه، قالوا شو كيف؟ قال لك تشوف جماعه تاع جهيد لعبوها لنا، هذا جهيد هذا بريغاد تاع المخابرات، كاين المخابرات شادهم جهيد، وكاين استعلامات شدهم اسامه، وكاين الشرطه القضائيه اللي لا بي جي شدهم يحيى، قال لك تشوف جماعه تاع زهيد والله البارح الله خدعونا، حشاوها لنا، ضربوا فيها 6 كيلو 700 كوكايين، داروا فار الناس كل تهضر عليهم، حتى هذاك الكعرير بن زديره تاع لندن يشكر فيهم وقالوا الله نستعرب بهم، قال لك تشوف احنا ما احنا عندنا وشحال من عام وحنا نخدموا هنا، وعندنا وشحال من شهر ونفتشوا ليل ونهار وما شديناش رطل تاع كوكايين، ما شديناش، هما ضربه واحده شدوا 6.6 غرام كوكايين. قالوا شوف البارح هما حكموا شيخ،
دوك القضيه وقلها هي داخله في الشيوخه والعجاز، حنا نعسوا البابور تاع اليوم غير يدخلوا العزوج الاولى تكوها الواد اي فتشوها، بلاش نلقاو عندها 6 كيلو خضار اخرى 7 كيلو تاع كوكايين، لانه العصابه تاع مارسيل راهم ولاو يخدموا بالعزاج والشيوخه. ايا قال لك وجو داخلين الجماعه، فاتوا السكانير ما كان والو، فاتوا الجمارك ما كان والو، فاتوا البريغاد الزوجه تاع الجمارك ما كان والو، خرجوا من البور ما كان والو. كي خرجوا من البور لقاو الجماعه نتاع يحيى واسامه فو باراج حبس قال يا دروات تي الحاجه فوقنا لك البارح الشيخ راهو جاب 6 كي 7 كيلو 600 انت راكي جايبه وقله الباقيه، راكي جايبه الكونتيتي الباقيه افتحي يا وليدي واش تحوسوا. قال لها افتحي الطوموبيل اي، قال لك شد واحد شدوا زوج طوموبيلات، واحده 307 وواحده سينيك. السينيك هذيك اللي كانت فيها عزوج هي وبنتها وجايبين خراود وقش وكذا وكوزينيير قديمه وفريجدار مطبطبه وفيلو مكسره، والمهم جايبين ديك الخرده تاع مارساي جايبينهم. قال لهم هبطوها كاع عاشوا يهبطوا في القش كامل في الطريق في الطريق في الخلاء اي فركت فركتوا لهم تحت الرواد فوق الرواد منا الحاجه جبدينا الكوكايين ورا يا ابني واش من كوكايين؟ قلنا الكوكايين اللي البارح العاج جابوا وشدوا جماعه تاع جهيد لازم احنا اليوم تحاسبينا بالدوبل يا ابني واش من حاج اللي جاب؟ قال لا قلنا لك الجماعه تاع جهيد البارح شدوا 6 كيلو 7 كيلو 600، احنا اليوم رانا مقررين نشدوا 20 كيلو بلادي ما تخرجي الكوكايين اللي جايباته يا ابني. ما جبتش كوكايين شنو الكوكايين هذا واش يديروا بها قبل؟ قال لها هذا اللي كمل الفرينه. قالت له الفرينه واش ندير بها في فرنسا؟ نجيبها الفرينه عندي في الجزائر هنا الفرينه، راني جايب انا كيوي شويه تفاح شويه مقارو لاخت شيكولا للدراري شويه كذا. قال لها لا حاسبيني بالكوكايين اضرب المهم فوق اللوح تحت اللوح الكوكايين الكوكايين ما كاش. ربع سوايع هما يفتشوا العزوج بعد كما لقاوش قال له راك تشوف ما كاش. اذا مره اخرى ان شاء الله يا يحيى واسامه وخدموا خدمه شويه تكون نظيفه ما تبهدلوش الناس خارج الميناء. كي تحبوا تخدموا خدمه خدموا خدمه تاع استعلامات داخل الميناء، شدوا الناس لداخل. اذا كان عندكم معلومات رسميه ودقيقه انه هاد الناس بالفعل راهم رافدين حوايج ممنوعه شدوهم داخل الميناء في اطار سري ستره والدنيا هانيه. اما الناس اللي خرج من الجمارك اذا عندكم معلومات انه فيه تورط وتواطؤ الجمارك معاهم وخلوهم يخرجوا على الاقل خلوه يوصل لدارو وشدوه في دارو. هاونتم في لوطوروت الناس شايفه رايحه منا مهبطين عزوج هي وبنتها وهابطين الفريجيدار وهابطين الفيلو وهابطين الكسرونه وهابطين الكوات وهابطين كذا وجايبه طنجره وكذا ما فيهاش ما فيهاش اسامه يا اسامه ويحيى ما فيهاش. اخدموا خدمه كيما جهيد مليحه ولا فرقوا السوق خطونا بالتمسخير. القضيه الاخرى اذا كانت تذكروا قبل اسابيع او ايام مر في قضيه ملف ثقيل خدموه جماعه الشرطه اللي نحيوهم لما يديروا حاجه مليحه نقول لهم يعطيكم الصحه. جماعه كسكاس في صحاوله خدموها من جوان قبل ما يجي كسكاس بصراحه خدموها الجماعه الاولين ليكيب اللي قبل خدموا ملف مليح ورسلوه الى محكمه الشراقه ومحكمه الشراقه فتحوا الملف قبل اسابيع وسمعوا غسان قاضي التحقيق وكيل الجمهوريه اطلب ايداع السجن. قاضي التحقيق دلوا افراج قال افراج وكيل الجمهورية استأنف إيداع السجن. راح لغرفة الاتهام تأجل مرتين في غرفة الاتهام في تيبازا في مجلس قضاء تيبازا. المعلومات اللي عندي أنه بالأمس وصلتني معلومات اليوم بالأمس غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازا تؤيد طلب وكيل الجمهورية وتأمر بإيداع المتهم السوري غسان النحاس السجن الاحتياطي واستكمال التحقيق مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضد ابن غسان السوري اللي هرب الدراهم لألمانيا وهو متواجد في ألمانيا. لانه انا قبل فتره قلت لكم انه غسان السوري هذا
عنده ابنه، ونشرت حتى بطاقته وصورته وكل شيء، قلت لكم انه تمكن من الهروب بتواطؤ بعض الجماعه، سمحوا له وسهلوا له المهمه باش هرب، وراه موجود في المانيا. اذا الان غرفه الاتهام اصدرت يعني قرار، او ايدت غرفه الاتهام، ايدت حكم طلب وكيل الجمهوريه واصدار امر دولي بالقبض ضد ابن المتهم السوري اللي هو متهم نفس الشيء مع بويو، و الامر بايداع المتهم غسان السجن الاحتياطي على ذمه التحقيق. الحكم القرار اللي راهو امامي يعني هو اللي امر بالايداع تحت رقم 14/99/22 14/99/22 المؤرخ ب 16 نوفمبر 2022. وطبعا الامر هذا راح يروح للضبطيه القضائيه يوزع طبعا، وخاصه لامن الشراقه اللي هو محكمه الاختصاص ومحل اقامه